الأنصار الكناري لم ينسوا فقيد الشبيبة والكرة الجزائرية البيريبوسي، إذ خصصوا له تيف كبير ترحما على روحه. اللقاء جرى في ظروف تنظيمية محكمة جدا. الشبيبة بادرت بمخالفة ريال التي تصدى لها زمموش بقبضة اليدين. الاتحاد رد عن طريق بن جلالي وبالليلي قبل أن يوقف زمموش صاروخية يسلي. فرصة أثارت الجدل في الدقيقة 26، حيث توغل بلاوداد داخل منطقة العمليات. لاعب الشبيبة طالب برمية حرة والحكم أمر بمواصلة اللعب. آخر فرصة كانت بقصية بلاوداد التي علت الإطار، وانتهت الجولة الأولى بنتيجة بيضاء. في الشوط الثاني رام العديد من التغييرات، إلا أن الإيقاع لم يرتفع، وانتظرنا حتى الدقيقة 82 حين تمكن يوسف بالليلي من تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء بعد محاولة فردية خادع على إثرها الحارس عز الدين دوخة. الاتحاد اصطاد الكناري وأزج به في قفص الشك، ويواصل خط هجوم الشبيبة الصوم عن الأهداف للمقابلة الثالثة على التوالي.